فاميليات وحشتكم بزاف، واش راكم تعاودوا؟ كي دايرين مع الصحه؟ توحشتكم بزاف. ما تنساوش شوف سبسكرايب واللايك وبارطاجي، عرفتي؟ دابا غنبداو ان شاء الله الفيديوهات مع المواضيع، ومره مره غنديروا اللايك فاش يكون عندنا الوقت ان شاء الله يا ربي. الموضوع ديالنا اليوم راه زوين، غادي يعجبك. الناس اللي كتهاجر لاوروبا والناس اللي كتجي لهنايا لمكسيكو سيتي وامريكا اللاتينيه. من طبيعه الحال انا ما تنفضلكش تمشي للبرازيل ولا شي بلاصه، الا كنتي غديرها طريقيه ما تفوتش فيها واحد العام ولا شي لعيبه، مرحبا. اما باش تجلس تما ما عندكش شي فرصه باش غادي فهمتيني. كاين المكسيك، كاين الشيلي شويه تا هو، ولكن المكسيك هي تنقول لك تنهضروا على الحدود الامريكان. كاين الناس اللي ما كتعرفش المكسيك، تهضروا على الحدود الامريكان، يعني بحال المغرب مع الجزائر، الحدود البريه والبحريه هي المكسيك، وفرص عمل هنايا وتتحل لك بزاف الابواب. هي في اي بلاد كتكون البدايه صعيبه، في اي بلاد كتكون البدايه صعيبه، ولكن في بشويه بشويه بنادم كيقضي غراض وكيربي كيسهل عليه. بالنسبه لهادشي ديال المطارات وهادشي، دابا ان شاء الله نحطوا عليهم فيديو اخر. كنقول لكم المعيشه هنايا راه مزيانه، الخدمه كاينه، غير اللي ما بغاش يخدم خدمه موجوده بالعرام، هي اللي ما كيبغيش يخدم، اللي بغى يلقاها بارده. بالنسبه للناس اللي غتهاجر راك غادي تضرب تماره، ضروري ضروري غتخدم. كل واحد وزورو، كاين اللي كيخدم، كاين اللي كيضرب تماره، كاين اللي كتجي ساهله، كاين اللي كيلقى شي وحده بنت الناس كتكون عندها الفلوس كتهزو كتقاتلو مشاريع، كتقاتلو بزاف الحوايج. هي غتجي واحد الوقيته، انا باش نقولها لكم، واحد الوقيته غتجي ان شاء الله غادي يبقى المكسيك باش تدخلو صعيب بزاف. دابا وراه صعيب، الناس اللي ما كتعرفش بان راه المكسيك بالفيزا، راه بلا فيزا راك ما تدخلش بالمطار، تقدر تدخل من الحدوديه، تدخل حارق، ما كاينش اللي يهضر معاك بحالو بحال الامريكان. حتى الامريكان كتدخل حارق ما كاينش اللي يهضر معاك، راه بالفيزا المكسيك راه خصك تكون مجوز ولا دير داك دير داك كونت بونكير وداك الشيء داك اللعيبات، وكتدخل المكسيك. المكسيك مزيانه، عندهم بزاف البشر، بشر بزاف، الحاجه اللي حطيتيها كتباع، اللي تي عندهم عالم بشر بزاف، اكثر من 137 ولا 140. يعني راه المغرب فيه 40 و 37، شو هذا فيه 100 والصرف، راه يمكن الرابع عالمي ولا خامس بالنسبه للنسمه. اي باش عارف بان المكسيك مزيانه، بلا ميجيه تاع هنايا. شوف راه طلب داك، تمشي تحرق وتضيع اعوام، خاصك اعوام في اوروبا باش تصاوب الاوراق. راه الناس تقدر تصاوب الاوراق، واش تقدر تمشي تقلب تدخل الميريكان، تمشي لاوروبا بوراقك العالم. هنايا تتحل لك فرص، يعني ضروري من المخصو، ماشي من ديريكت للطيارة، ضروري من الحمارة للطيارة، وبشوية بشوية كما كيقول خاص بلا ما مشي يصبر، ضروري خصك تتضم. ولكن لك تي غتعطي الفلوس انت 8 مليون ولا 9، انا ما نقدرش نعطيها في كونترا ولا 10 ولا 11، في الاخر ياكلوني تمشي تما وما تلقى لا خدمة لا جوج، راه مشكلة. دابا الناس اكثرية، دابا تلاقيت واحد الدري كنت جاي من المطار، تلاقيتو تا هو جاي سياحة للمكسيك، هذاك قصة قصة نعاود دابا نعاودها لكم في شي فيديو. كاين الناس كيقول لي، الناس يقولوا لي انا ما تنبغيش نكون حارق في بلاد الناس، تينا براسي ما نقدرش نكون حارق في شي بلاد، يعني صعيب تكون حارق، ديما خايف من المخزن، ديما رد في جنابك، الخدمة تبقى تخدمها بنص الثمن، قال لي جاي يعطف عليك ما تهضرش معاه، شديتي مشكلة، ديما ما عمرك ما تشوف والديك. ما بقاتش اوروبا كما كانت، كان واحد الوقيته الجوريت كيزعموا كيتجوجوا عرب وكذا، ولا في اي بلاصه مشيتي مازال شويه د امريكا اللاتينيه د المكسيك وهادشي، مازال فيهم عباد الله نيه كما كيقولوا، مازال النيه، مازال الناس ما عارفاش، وما فاش يعرفوا حقيقه العرب حتى واحد ما يتزوج. ايه مازال هنا شويه يصوبوك الوراق في شهر في 3 شهور، هي الفلوس ما علاش يقول لك الفلوس ما كاينش هنا؟ الفلوس ما كاينش هنا بالنسبه اللي جاي بنادم ما عندوش، ما عندوش يعني جاي ما عنده تا ريال، جاي بيه باليزا، جاي ب 20 ألف ريال معاه وجاي كيجري،
ما عندوش كي غادي يتصحاب له يهبط عليه خنشات الفلوس ضروري. كل واحد وربي كيسهل عليه، غير بنادمي صبر، هو الصبر ضروري، وتعلم لغة، واللغة كتعاون بزاف د الحوايج. الناس راه جداد دابا الجنسية، الناس راه دارت بزاف د الحوايج وربي سهل عليهم. خاص هكاك بنادم خصو يكون ضروري ومؤكد. اي بلاد مشيتي لها راه غتضرب شمالة، راه ما تقوليش اش تمشي لاوروبا، هي واحد الحاجة، هي امريكا اللاتينية، هاد المكسيك شوية، المكسيك شوية تيوالم، شوية تيتعاون مع بنادم. ما عندك صنعة ولا شي حاجة تقدر تخدم، كاين الرابي، كاين دابا نديرو على شي فيديو، قلت لك بزاف كاين الفيديوهات ما يدارو، ولكن خص بنادم يبارطاجي ويدير اللايك ويدير سبسكرايب ويدير الجرس. ما ديوش عليا شحال هادي ما درت الفيديوهات. ودابا الفيديو ان شاء الله كل واحد يحط لنا الكومونتير ديالو، يخلي كومونتير لتحت وانا نقراهم، واللي عجبنا الموضوع ديالو ان شاء الله غادي نحطوه بموضوع 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 بموضوع، وما يكون غير الخير. غير بنادم خصو يصبر. المكسيك راه مزيانه، اي بلاد زوينه. انا فاش مشيت دابا للمغرب راه لا اله الا الله وصافي، راه نقول لك دخلت غير المطار بوليسي ما بغى يدابز معايا، غير في الدخله قلت له تيجي نخسروا غير الفلوس، انت باغي يدابز معانا؟ والله لا بغى يدابز معايا. بوليسي قال لي حقا ما تخرج، ما دخلتش يهضر من جندر، قال لي نغوت على 10 منك. قلت له علاش تغوت عليا 10 مني؟ انا ما نعاودش نجي عندك كاع. هذوك عندنا شي مخزن الله يعفو عليهم وصافي، وحق الله بعدا ماشي كلشي، ولكن شي وحدين هيد العصا، وحق الله الا هيد العصا والله ديك اللبسه وحيده، الله تنشف الشطو ان شاء الله، الشطو الله تنشف الشطو بالله. ولكن اش دير، هذه هي البلاد ديالنا حنايا، العرب ما كيتحاملوش مع العرب، مع خوتهم. انت جاي عندك واحد من 3 سنين ولا 4 سنين ما جاش للبلاد وداخل وتهضر معاه هكاك، يا بغيت دابا الا ضربتي غاشي للحبس، هذا هما تيقلبوا هيك صيفطوك للحبس باش ما تبقاو هما زوينين وطريين. هنا ما كاينش اللي يدير لك حتى هنايا، حسبوك براني بوليس والله، بلا كاسك بلا والو، يقول لك سير. بلاد بشكال هذا. مشينا تما لقينا كلشي كيتأزم، كلشي كيبكي، كلشي بغى يحرق، كلشي حرق، والحومه حرقات كامله، بقى فيها حتى واحد والله ما بقى، بقين شي 4 ولا 5 كنسولهم، كيقول لي ان شاء الله قريب نحرق، كلشي غيحرق، ما بقاش المغرب باش تعرف المغرب ما بقى فيه ما يدير، كلشي باغي يحرق. تقول لي المغرب راه احسن من المكسيك ولا من البرازيل، كلشي باغي يحرق، علاش باغي نحرقوا؟ قولنا علاش نتوما، قولنا علاش غيحرقوا هاد الناس كاملين؟ شي البلاد ما فيها والو، ما فيها لا خدمه لا، كل كنت الخدمه وطالقين الناس، والناس مفرشه في الشانطيات كيبيعوا ويشريوا، بحال هنا في المكسيك ما كاينش لا مقدم لا اللي يريب لك القيطون، الناس خدامه كتبيع وتشري، كلشي مزيان، البلاد كبيره والبشر كلشي كيجري والمشاريع كتبنى، ما تلقاش بنادم كيقلب على الهجره نجلس حتى والديه. ولكن انت كتشوف من حتى جاي انت داخل غير من المطار بالباسبور ديالك، داير لك الشو هذا لك بوليسي باغي يقتلك، على جيتي هي ضيف انت عليها. دابا كنقلبوا على الجنسيه والله، وبزاف على هادشي، هذا مشكله يا صاحبي. اخوتي دابا ندوب لكم المواضيع ان شاء الله غدا، ان شاء الله ولا بعد غدا ندير لكم موضوع على سميتي، يقولوا له على كيفاش تدخل المطار، شنو خصك باش تدخل المطار باش ما يشدوكش مورا ان شاء الله، ونشوفوا شنو نديروا ان شاء الله. يا ربي ان شاء الله ولي فراسكم، وما تنساوش سبسكرايب واللايك باش ان شاء الله نبداو نحطوا الفيديوهات ونديروا اللايفات. تحية للناس بكناس، الناس المغرب كاملين والجزائر وتونس وكاع الدول العربية. يلا تهلاو لي فراسكم، ما يكون الخير ان شاء الله. اديوس.